الديوانية والتجمع بالديوانية يعني أمر معتادين عليه وشيء جبل عليه أهل الكويت وشيء جميل للأمانة، لكن الجديد في هذا الموضوع هو تجمع يجمع كل الدواوين في اتحاد واحد. شلون وليش وش الهدف؟ كل هذه الأمور إن شاء الله راح نطرحها على ضيفنا الكريم ونتعرف على الأسباب الاجتماعية فعلا أم هي أسباب سياسية. نرحب بضيفنا الكريم وهو صاحب فكرة ومؤسس اتحاد الدواوين بالكويت الدكتور جواد المتروك. مساء الخير دكتور جواد. مساك الله بالنور، يعطيك العافية. هلا الله يعافيك ويسلمك وسعيد بلقائي معاك، قواكم الله. قواك الله، يا هلا ومرحبا فيك. سالفة فكرة اتحاد الدواوين، متى طلعت هذه الفكرة معاكم؟ والله الفكرة يعني من 96 كانت تراودني بهالموضوع هذا بعد تجربة الغزو القاشم. وتجربة الغزو القاشم كان في وقتها فيه نوع من التلاحم والترابط بعضنا البعض ككويتيين، ويعني جسدناها من خلال الغزو في التعاون فيما بيننا. يعني ما كان هناك أي فئة تختلف عن الفئة الثانية، يعني فكلنا متجانسين. بس 96 يعني كانت الظروف الخاصة يعني ما أسعفتني أن تتبلور وتطرح، لكن بعد هذه المدة بدينا فيها من تقريبا أكثر من شهر. وهذه الفكرة في تجمع المجاميع اللي كنا نقول عنها ككويتيين في أيام الخمسينات والستينات، شلون كانوا الفريج الواحد. طبعا كلمة الفريج يمكن للغير اللي يفهم باللهجة الكويتية اللي هو الحي. نعم. الحي الواحد كان احنا متجانسين مع بعضنا البعض بجميع اطيافها، بدون ذكر يعني المسمى اللي الان احنا نشمه بهذه الرائحه النتنه، سني وشيعي وبدو حضري، احنا كنا كلنا كويتيين. نعم. فقلت انا هالفكره هذه اللي تربينا عليها وترعرعنا فيها من ابائنا واجدادنا نجسدها في وضعنا الحالي. وضعنا الحالي الان التجاذبات نشوفها والمناخ النتن من بعض الفئات أو بعض الأفراد اللي نسمع أصوات النشاز اللي تطلع من هني وهناك وتضرب في الوحدة الوطنية. فقلنا إحنا يا جماعة إحنا أصحاب الوحدة الوطنية اللي جسدناها أيام القزو والأزمات، ودائما إحنا في وقت الأزمات، أزمات كثيرة مرت على الكويت. صحيح. من حرب الجهرة إلى التاريخ 90، فكنا هالتجارب هذه تتلاحم في وقت الأزمات. بعد ما تخلص الأزمة نرجع إلى وضعنا مثل ما حاليا في عملية التجاذبات. فقلت أنا خلنا يعني التجاذبات من زمان موجودة قصدك؟ إيه طبعا، مو حاليا بعد. لا لا لا، لا موجودة من زمان، من فترة لكن من حرب الجهرة يعني موجودة الأمور. إيه موجودة حسب يعني كلام حضرتك، يعني كانت في ذاك الوقت يعني وسائل الإعلام غير موجودة. نعم. التواصل الاجتماعي حاليا غير موجود. الآن بعد التواصل الاجتماعي والحداثة في عملية العولمة والتكنولوجيا إلى آخره صارت أكثر. لكن دكتور يعني قبل قليل يعني قلت بأن قبل الحي والفريج وكنا ما نعرف هذه الأمور، ما كانت موجودة، بعدين دخلت. فحتى أوضح للمشاهد الكريم، هل هي موجودة في السابق ولا غير موجودة وطرأت جديدة ونحاول نرد نفس قبل؟ لا، إحنا نقول في الأول كنا ككويتيين متلاحمين مترابطين متعاضدين بعضنا البعض كالجسد الواحد، وإن شاء الله ما زلنا. نعم. إلا بعض الهفوات من البعض نقول يعني. نعم. وهذه طبعا المؤثرات اللي متأثرات الخارجية طبعا بالضبط. للأحداث الإقليمية وإلى آخره. إحنا نقول لذلك جاءت هذه الفكرة، الفكرة لمعت في 96 واليوم 9. والهدف من هذه الفكرة هو هدف اجتماعي يخدم المجتمع بجميع أطيافه، وخصوصا يعني المجتمع كان ذاك الوقت يساعد الأسر المتعففة، المحتاجين، الفقراء. والآن احنا هم كذلك نبي نجسد هذه الفكرة في عملية خدمة المجتمع. طيب ليش اتحاد دكتور، مع العلم انه البعض يرى يقولك شنو راح يضيف هذا الاتحاد ان وجد على ارض الواقع؟ احسنت. وشنو رسالة اللي راح يوصلها خلاف رسالة الديوانية اللي معروفة؟ سؤال يطرح نفسه. مثل ما تفضلت، بدل ما احنا نقول كل واحد مشتت بهذه الجهة وهذا المكان وهذه الفرقة، تعالوا قلنا نقعد في بيت واحد وديوانية واحدة.
ايش يشيلهم دكتور؟ لا احنا نقول نخصص في بعض الاماكن يعني متوزعين يعني طيب ما نقول ايش يشيلهم طيب لكن احنا الان من خلال شغلات الواتساب او التواصل الاجتماعي نعم يعني ممكن نجمعهم صحيح والتواصل فيما بيننا يعني نعم لكن احنا نقول نتكلم ونرجع الى الفكره، الفكره هي اجتماعيه لا تفسر او تؤول للمستقبل ان نتطرق لموضوع تجمع او تكتل سياسي وهذا بعيد عنه او فئوي او طائفي او غيره الى اخره من هذه الفئات هذه يعني حتى انا وضعت من خلال بدايه وضع المجاميع وحطينا شروط وضوابط في عمليه عدم القمز واللمس في بعضنا البعض، عدم التطرق لموضوع السياسي او الديني. حتى يعني في شروط إيه نعم فيها ضوابط في نعم فيها ضوابط نعم من الضوابط الاساسيه يعني عدم التطرق لموضوع السياسي يعني لا تؤول او تجير في المستقبل نعم لاقراض سياسيه لاقراض فئويه لبعض الشخصيات المتنفذين الى اخره يدخل في هذا المجال ويقول ان هذا المكان يجير لأهداف سياسية مستقبلية لأي قرض سواء انتخابات مجلس أمة مجلس بلدي حتى النقابات حتى الجمعيات النفع العام حتى الجمعيات التعاونية ما لنا دخل في موضوع هذا الاتحاد أو ما لنا دخل هذا الاتحاد في موضوع التدخل في أي أمر سياسي أو انتخابي أو لأغراض، فهو مجتمعي اجتماعي بحت لا غير، فهو في عملية التواصل فيما بيننا كمجتمع بجميع ألوانه وأطيافه من جميع فئاته هذا اللي يجمعنا في عملية إن إحنا ترى كويتيين. نعم. إيش اللي يلزمني أنا في اشتراطاتك هذه؟ ما هي العقوبات اللي موجودة بهذه الاشتراطات؟ من يخالف هذا الاشتراطات؟ أي مو هذا إحنا نقول اللي في حالة قبوله لقبول هذا الشروط. أي نعم. اللي هو يعني الآن دخل عندنا إحنا تقريبا سجلت أنا أو مسجلين عندي من خلال الاتحاد يعني. قارب فوق 100 ديوانية نعم والعدد قاعد يتزايد يعني لما يسمع من خلال التسويق من خلال إعلامكم المبارك إن شاء الله يسمعونا واللي يحب يشارك وينضم لهذا الاتحاد وإن شاء الله راح يكون يعني بادرة طيبة لهالمجاميع هذولا. جميل. ما هي العقوبات دكتور اللي من لا يلتزم بهذه الاشتراطات؟ طبعا احنا من خلال وضع هذه الضوابط والشروط في عدم التزام فبالتالي خارج نطاق الاتحاد. طيب ما هي الحوارات اللي راح تدور في هذه الديوانيه وانت تعلم ان الديوانيه الكويتيه ما تخلو من السياسه، كل ديوانيه لازم ينتقدون امر معين، الحكومه ارتكبت شيء ينتقد، يطرح فكره جديده، يطرح كذا، يعني حياتنا مرتبطه في هذا الامر يعني تكاد تكون يعني الساعات ما تعدي بالديوانيه الا لازم تتكلم بهذا الموضوع. هذه الديوانيه هل انت اشترطت فيها حوارات معينه يا جماعه اللي بيتكلم هذه مواضيعنا فقط؟ لا من ناحيه الحوارات لا باس فيها ديوانيه. بالضبط. احنا الديوانيه تتكلم فيها كما تشاء في الشان المحلي، الشان الخارجي الى اخره. تتكلم سياسه، اقتصاد، الوضع اللي نقول عايشين فيه. ممتاز. في عمليه الحوار داخل الديوانيه او داخل الاتحاد لا باس فيه حوارات نتجاذب فيها واخذ الاراء، لكن احنا نتكلم كاتحاد ان هذا الاتحاد يعني مختص في الامر الاجتماعي، اي المعنى الخارجي. يعني لا يجير لأغراض حضرتك شرحت سياسية وانتخابية وغيره، ولكن شنو الهدف؟ يعني ما الذي يرغبني بأني أنا أنضم إلى هذا الاتحاد؟ الترقيب في عملية التواصل والتلاحم في مساعدة على سبيل المثال مساعدة الناس المحتاجة. ممتاز. الأسر المتعففة. ممتاز. مساعدة الملهوف للصد والرد والاستنكار والشجب لأي فرد خارج نطاق الاتحاد. نحن نتكلم خارج نطاق مثلا أصوات نشاز تتكلم عن طائفة معينة أو مذهب معين، وبدون ما أذكر لكن ملموسة على واقعنا اللي نشوفه في بعض. سيكون هذا الاتحاد في الواجهة يعني للرد. أحسنت، في الواجهة للرد والشجب، لأن كلنا متآلفين، كلنا من جميع اطيافها. على الافكار الشاذه. على الافكار الشاذه. ومن يقيم بان هذه الفكره شاذه؟ من يحدد من هذا الاتحاد؟ هذا الاتحاد يجمع هذه فكره شاذه تعالوا وقد يرى الطرف الاخر انه لا هذه ما فيها شيء. هو الاتحاد بمجاميعه اكيد في اصوات لها وجهات نظر. في مجلس اداره يعني. احنا ما نكون مجلس الاداره، مجلس الاداره يكون نفسه بنفسه.
بعملية التزكية حتى في هذه ما ندخل فيها عملية انتخابات ويكون رئيس مجلس الإدارة، لا لا نحن نقول بالتزكية التشاورية وأمرهم شورى فيما بينهم. إحنا نتكلم بهذا الموضوع، يعني موضوع داخل إطار الديوانية المصقرة بس على الديوانية شوي أكبر من المجامع. جميل. دكتور، هل قمتم بحصر عدد الدواوين بالكويت؟ يعني حصر دقيق كم ديوانية موجودة بالكويت اليوم؟ والله إحنا ما حصرناها، لكن فتحناها الباب في عملية الانضمام. اللي يحب اللي ينضم، يعني إحنا يعني الأعداد كبيرة وكل منطقة يعني نقول فيها على الأقل فيها 300 ديوانية أو 200 ديوانية. وما هي معايير الانضمام دكتور؟ المعايير بس إنه يحب، طرحنا هذه الفكرة في عملية إن الخدمة لخدمة المجتمع وخدمة اللحمة الوطنية وتتجسد من خلال الوحدة الوطنية وتعزيزها، فبالتالي يحب ينضم، هذا هدفنا وهذا قايتنا. طيب انت عشان تضم هذه الديوانيه لازم تتوفر فيها مواصفات انها تكون ديوانيه عشان تضمها حق هذا الاتحاد؟ اي ديوانيه تحب، كل صاحب ديوانيه وعنده رواد من الديوانيه. اذا عنده رواد يعني بالتالي هو صاحب ديوانيه وديوانيته يعني معروفة. يتردد عليها من عده شخصيات ومن افراد، فبالتالي ما عندنا مانع، مفتوحه للكل يحب ينضم. وهذه ساعة المباركة يعني. طيب إذا في احتياجات خاصة تعلم كيف هي، نقول مثلا نحب نوضح للمشاهد هي 5 دوائر الكويت موجودة على مستوى التوزيع الانتخابي. طيب وتختلف الدواوين بين على الجغرافية خريطة الكويت، فمثلا هذا عنده طلبات تخالف طلبات اللي هذا الشخص اللي موجود هنا، كيف راح توفق بينهم؟ احنا ما عندنا او مطالب يعني. احنا ما عندنا شروط تعجيزيه يعني في البدايه، بدايه ما فتحت الباب لا يبيك تسجل تستنكر موضوع معين. كلامك مطالب على كلامك على متم، بس انا بس على موضوع الدوائر في بدايه الامر لما بديت بالدائره الاولى وصارت نوع من الفتور، نوع من عمليه علامه استفهام لما طرحت موضوع الدوائر، بديت في اللي يحب يرقب من الدائره الاولى يحب يسجل، فدائما راح الاختزال في فكرهم سياسي. فإن هذا جواد المتروك دائما يرشح نفسه في الانتخابات ودائما ينزل الانتخابات ودائما رجل سياسي ودائما باع في لو الفكرة طالعة من غيرك فأخذوها يعني من هالناحية نقول عنها بحسن نية، إن شاء الله تكون بحسن نية، قالوا إنه يهدف إلى أغراض سياسية ولا أغراض انتخابية وإلى آخره. فقلت أنا مثل ما تفضلت لجغرافية الدوائر، فأنا دخلت في من هذا الباب وليس أكثر. بعدين فتحتها قلنا يبغى نشيل الدائرة الأولى علشان لا يصير الهاجز وعلى قولتهم النية اللي نقول عنها. طيب في عملية طيب يعني آخر سؤال في هذا اللقاء مع حضرتك، لماذا هذا الاتهام وهذه الحملة من قبل وسائل التواصل الاجتماعي إلى هذه الفكرة ورفض هذه الفكرة، والناس مقتنعة تماما أن هذه الفكرة هي فكرة سياسية والناس عندهم أهداف إلى أبعد من ذلك؟ يعني أنت تخرج لي خلاف ما تبطن يعني تكهنات الناس، أنت تبي تسوي دوانية وتسوي تجمع عشان باكر تروح والله تتكلم أنا أتكلم باسم دواوين الكويت، أنا أتحدث باسم دواوين الكويت، وتأخذ هذه الصبغة الشرعية خلينا نقول أو هذه الصفة الشرعية. فلذلك هذا الهجوم اللي حاصل بوسائل التواصل الاجتماعي. أترك لك الختام بالإجابة على هذا السؤال ورسالتك. إنما الأعمال بالنيات، وخلنا نحسن الظن، وأنا هدفي هدف اجتماعي، وبعد ذلك إذا اكتشف أن هذا الهدف لأغراض سياسية أو النية نقول عنها لأغراض انتخابية أو من هالأقاويل اللي تقال، فممكن هو ينسحب من خلال هذا الحدث. يعني إذا هو منضم فممكن ينسحب من هذا المكان. ما يمدي بعد أنا أعطيتك القوة وأعطيتك لا لا بالتالي أنا لو انسحب أضيع بين 200 ديوانية ما أبين. لا هو يعني هو دائما يعني نقول عنها خلنا ناخذها بحسن النية وحسن الظن، وإن بعض الظن إثم. فإحنا إن شاء الله هدفنا اجتماعي وهدفنا إنساني بالدرجة الأولى لخدمة المجتمع الكويتي وخدمة اللحمة الوطنية وتجسد من خلال الوحدة الوطنية. قانون الوحدة الوطنية الآن اللي نسمع عنه أو اللي أقر مطبق لم يطبق، مع الأسف إنه لم يطبق في قضايا مرفوعة القانون الوحدة الوطنية. يعني نقول في قضايا مرفوعة لكن ما يطبق بتطبيقه الصحيح، يعني وجهة نظري وجهة نظر نعم وجهة نظري الشخصية. فهذا
هذه أحد العوامل الأساسية والرئيسية من خلال خدمة المجتمع، من خلال هذا الاتحاد. وإن شاء الله يعني راح يشوفون لما يكون هناك، نقول عنه في الاتحاد قوة، لما نكون إحنا من هالمجاميع تخدم المجتمع، وهذا إحنا نخدم المجتمع من خدمة الكويت. بارك الله فيك. فهو اتحاد غير مشهر وغير تابع للشؤون ولا غيره؟ غير تابع للشؤون، وإحنا ما نبي نرجع للشؤون وما نبي نرجع لهذا، لأن هذا فيما بيننا ما بعضنا البعض. نعم. بارك الله فيك دكتور جواد المتروك، صاحب فكرة ومؤسس اتحاد الدواوين بالكويت. شكرا جزيلا لك. شاكر لك، ويعطيك العافية، وشاكر لقناة الرأي. الله يحفظك، مشكور. كل شكر لضيفنا الكريم، مستمرين معاكم بعد الفاصل.